المخرج السينمائي سمير سيف، لو قلنا انه في مثلا مخرج مشهور بالعنف او بانه افلامه فيها صفعات او اقلام كتيرة، ممكن نقول ان حضرتك من بين المخرجين دول؟ يعني هو طبعا مفروض ان انا مصنف مخرج عنف يعني، لان طبعا يعني معظم الافلام اللي انا عملتها او المشهورة منها يعني افلام تقوم على الحركة وعلى المطاردات والمعارك والعنف، يعني العنف بيشكل جزء اساسي من البناء بتاعها، بس طبعا هو عنف مبرر وعنف في معظمه ان لم يكن في كله عنف ذكري يعني بين رجال يعني، وبيحل او بيساهم في تعقيد المواقف الدراميه يعني، ده الاساس فيه يعني. في يعني، لكن أظن إنه في عند حضرتك ألم، وألم شهير لواحدة من بطلات السينما المصرية الكبيرات يعني، وهي مظبوط الفنانة سعاد حسني في المشبوه. مظبوط، ده في موقف لما عادل المفروض بيخرج من السجن ما بيلاقيهاش في البيت، فبيكتشف انها بتشتغل راقصة في احد الملاهي الليلية، فبيقتحم المكان وبيعطيها هذه الصفعة الشهيرة. طبعا الصفعة هنا ما هياش يعني زي ما بيقولوا مجانية او لا مبرر لها او مفتعلة، انما هي بتعبر عن حاجتين، بتعبر عن غله الداخلي او ضيقه الشخصي، وفي نفس الوقت بتحمل نوع من نقول التأديب يعني او العقاب للذنب اللي هي اقترفته. انما هو طبعا يعني بصفة عامة عنف الراجل تجاه المرأة عنف مرفوض يعني، عنف يسبب الاشمئزاز لانه من كائن اقوى لكائن اقل منه قوة، انما هو بيجي في مراحل، واحد انه بيعبر عن مستوى اجتماعي معين هو اللي بيلجأ لمثل هذه الطريقة، اتنين بيبقى برضو تعبير عن نقلة درامية معينة. وتدهش حضرتك ان بعض الاقلام ومن ضمنها هذا الالم كان يجد رد فعل غريب في الصالة، الناس تسقف، فالتسقيف ده يعني الموافقة الضمنية طبعا، مش ضمنية دي موافقة صريحة على هذا، فهو واضح برضو ان المسألة دي احيانا بتداعب مخيلة ناس كتير يعني من الجنسين، من الجمهور من يعني. الجمهور هل بالظبط ده. الجمهور فعلا بقى جمهور شرير؟ لا 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 لا، البني آدم ككل عنده عناصر عنيفة وعناصر هادئة، فالعناصر العنيفة دي بتجد منفذا لها من خلال المشاهد العنيفة دي، فبتتسرب وتنتهي ويعود الاتزان النفسي تاني إلى الألم عموما في الأفلام مش دلوقتي بيبقى للشباك؟ كل حاجة في الدنيا ليها استعمالها الكويس واستعمالها الوحش. لو استعملت فقط من أجل الشباك فبيبقى باين وبيبقى رد فعل، وصدقيني يعني ضعيف جدا بالنسبة للجمهور. إنما لما يجي في موقف يكون تعبير حقيقي درامي عن مشاعر الشخصية في لحظة حقيقية، بيجد زي ما قلت حقيقة الرد فعل محبذ أو بيجد فهما من الجمهور. الألم لما يتعمل على شكل حيلة، الحيل السينمائية، مش أفضل من ما يكون الألم فعلا على وجه ممثل؟ هو ولا ده يعني شطارة إنه لا، هو طبعا الألم أبسط من إنه يتعمل بحيلة يعني، ما هوش مثلا سيف بيطير رقبة ولا سكينة بتخش في الجسم، لا، فهو عادة بيكون أبسط من إنه يحتاج لحيلة. هو مش لازم فعلا الإيد تصل إلى الوجه، إنما هو الشطارة فيها زي ما حضرتك أشرتي إلى إن زاوية الكاميرا، زاوية الالتقاط، زاوية التصوير مع حركة الإيد مع رد فعل الممثل الآخر هما اللي وإضافة مؤثر صوتي، هي لأن الألم في الحياة العادية مهما بلغت قوته يمكن يكون صوته زي صوت الألم اللي إحنا بنسمعه في الأفلام، أي فطبعا واضح إن مش هو ده الألم حقيقي يعني، بيركب كمؤثر صوتي. زاوية الالتقاط مع براعة الممثل اللي بيضرب القلم واللي بيتلقاه ممكن تصور صفعة عظيمة دون أن تلمس اليد الوجه، ودي بتحصل كده زيها زي البنيات. هل البنيات دي بتتم فعلا؟ لا، إنما هي براعة الالتقاط وبراعة الأداء من الطرفين بتصور اللكمة أو الألم كأنه فعلا لبس في الوش يعني. لو طلبت من حضرتك تذكر لي فيلم أو أكتر فيلم حصل فيه صفعات،
هو اذا كنت حضرتك بتتكلمي على الصفعات كصفعات عموما، هو مفيش اكتر من فيلم اسمه عنتر ولبلب، اللي هو كان الاساس، الحبكه قائمه على انه يقدر يضربه 7 اقلام. ده فيلم كله قائم على كده، ان في شخصيه ضعيفه وشخصيه قويه تراهنوا ان الشخصيه الضعيفه دي هتقدر تصفعه 7 صفحات، والحبكه كلها قايمه على كده. فاعتقد طبعا ان ده فيلم قايم على الاقلام. طب القلم اللي حضرتك تحب تشوفه دلوقتي على الشاشة؟ يعني القلم اللي انا حضرته بجد، اعتقد فيه قلم من حسين فهمي لسعاد حسني في خلي بالك من زوزو. لا مش فاهمة.